أنقل الكلمة إلى فخامة الرئيس دولة الصين. فخامة الرئيس بوتين محترم، زملاء أعزاء، أهني الجميع بافتتاح القمة. ممتن لفخامة الرئيس بوتين والجانب الروسي المترأس في القمة لتنظيم عمل القمة بشكل رائع. أنا متأكد أن فعلا الجهود المشتركة قمة في كازان ستسمح لنا أن نحدد اتجاهات التطور والتجمع البريكس ولفتح يعني صفحة جديدة لتطور مجموعة البريكس في إطار جنوب والشرق العالميين. اليوم العالم هو في مرحلة جديدة من التقلبات وتحولات. نحن أمام خيار محوري ليكون العالم اليوم مالي بتقلبات، وهذا يذكرني الكتاب كاتب الروسي تشيرنيشيفسكي ماذا نعمل، وفيها المطلع الرئيسي زعر النية الشديدة في تحقيق أهدافه. هذا هو قوة الروحية ضروري بالنسبة لنا، بالنسبة للتجمع. كلما أصعب فترة تاريخية نحن علينا أن نظهر القدرات أعلى لتطوير التعاون على مستوى عالي. من الضروري نقدم الجدول الأعمال السلمي من أجل الأمن الجماعي، لأن إنسانية تعيش في نظام العالمي وأمني لا يتجزأ، وفقط من خلال هذا النظام يمكننا أن نوفر الظروف للحياة كريمة. وفي سياق الأزمة الأوكرانية، الصين ودول جنوب العالمي شكلوا المجموعة الأصدقاء السلام، وهي مكرس لجمع الأصوات لصالح سلام. من الضروري هي تحل الأزمة على أساس عدم التداخل ومنع مزيد من التواتر في الأزمة. من الضروري أن نتوجه تجاه تخفيض التواتر، وفي قطاع غزة يعني نشرت تدهور الوضع في المجال الإنساني. من المهم أن نتواصل إلى وقف إطلاق النار والقتل، ولازم نبذل الجهود كله لصالح حل القضية الفلسطينية بشكل عادل. من الضروري نقدم جدول الأعمال الابتكاري لمجموعة البريكس، حقا اليوم نحن نشهد تطور سريع في مجال العلم والصناعة، وهذا يطلب منا أن نكون على عهد الموج من التطور. مؤخرا في الصين تم إنشاء المركز البريكس للتعاون في تطوير التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي، وفي تعاون نحن نريد نتعاون مع جميع الأطراف لنفتح مقدرة الذكاء الاصطناعي. والصين ستنشأ المركز الدولي للبريكس لإجراء بحوث المياه العميقة، ونحن سننشئ المركز لدراسة موضوع المناطق التجارة الحرة، وأيضا مراكز لرفع تأهيل الكوادر،
ونحن سنكون المسرورين لمشاركة جميع شركائنا بشكل نشيط في هذه المشاريع. الأمر الذي سيسمح لنا لننتقل إلى مستوى جديد من التعاون. من المهم أن نقدم إلى أمام جدول الأعمال الخضراء والتطور الخضراء. هذا هو يعني التطور الإيجابي والتطور الطبيعي لعالمنا، وكل دول لازم تندمج إلى هذه العملية. وأن إنتاج الصيني بتكنولوجيات العالية فيما يخص في مجال الكهرباء والطاقة يعطي دفع إيجابي لتطوير البرنامج الخضراء في الاقتصاد العالمي، وعلينا أن نتعاون في هذا المجال في إطار البريكس كطاقة نظيفة وإخراج الموارد الطبيعية بطرق نظيفة وتحسين يعني جودة التنمية والتطور في العالم. يعني أيضا من المهم نقدم بجدول الأعمال العادل لتجمع بريكس لنحسن إدارة بشؤون العالمية وإصلاحات الإدارة العالمية ما كانت تتناسب لوتيرة تطور القوات والأقطاب في العالم، ولذلك علينا أن نناقش هذه المواضيع معا، وعلينا أن نتزعم هذه العملية، عملية إصلاح إدارة العالمية على أساس مبادئ المساواة وعدم الدخول في الشؤون الداخلية، لكي الصوت لدول الجنوب العالمي يكون مسموع، وأيضا يعني إصلاح الاقتصاد العالمي أيضا مهم اليوم، ودول التجمع البريكس عليها تلعب دورا مهم في تعزيز الاتصالات في هذا الشان وحفاظ على المستوى العالي من الأمن الاقتصادي ورفع السمعة مصر التنمية الجديد، لكي النظام المالي الدولي تتكيف بشكل أحسن وأسرع مع التطورات السريعة في العالم. أيضا من الضروري نقدم إلى أمام برنامج جدول الأعمال الثقافي والإنساني لمجموعة بريكس، وأنه يوحد دول البريكس تاريخ العميق. و من الضروري نحن ندعو إلى تعايش سلمي بين الشعوب لتحقيق تبادل الخبرات بين الشعوب والسماح بفتح الأفق والمغدرة الشعوب في مجالات مختلفة، ويعني هذا يعطي فرصة جديدة لتعزيز تعاون في إطار البريكس. السنة الماضية أنا قدمت بمبادرة في تطوير التعاون في مجال التعليم الرقمي، وأنا مسرور جدا أن هذه الآلية لتطوير التكنولوجيات الرقمية بدأ عمل. الصين ستستمر في تقديم المقترحات في هذا المجال، وخلال السنوات المقبلة سنبني أو سننشئ 10 مراكز مختلفة في إطار البريكس، وسنقدم آلاف منح لتعليم الخبراء في مجال في مجال ثقافي وإنساني. زملاء الكرام، الصين على استعداد مع جميع الشركاء فتح